متشكرين على الاحتفال والمقابله الحلوه دي. والحمد لله المره دي اول مره النقابه العامه لاطباء الاسنان في مصر تشارك بوفد رسمي لحضور المؤتمر وحضور جلسات الميتنج بتاعه الجلوبال الاينس في الايدك، والحمد لله احنا جبنا وفد معانا كبير المره دي، وده كان سبب حصولنا لاول مره على المركز الثالث او اول مشاركه لينا. والحمد لله احنا يعني بنحب طبعا نيجي دايما معرض الايدك ونشارك فيه، عشان خاطر احنا بنشوف فيه برامج علميه متميزه وبنشوف فيه حاجات كويسه جدا، وباذن الله كل سنه معاكم باذن الله ما شاء الله. يعني يعتبر من يمكن من انجح المعارض اللي بتعملها في طب الاسنان على مستوى العالم، وده يمكن بنعتبره المعرض الثاني على مستوى العالم بعد المعرض اللي هو الايدكس، وربنا يكرم باذن الله المره الجايه كده يبقى الاول باذن الله.